السلام عليكم. السلام عليكم. ريماس وريتال، ممكن نفتح الكاميرا؟ ومعانا روكا كمان، ممكن تفتحي يا روكا الكاميرا؟ ازيك يا ميسي؟ ازيك، عامله ايه؟ لسه سلم عليكم. ممكن كلنا نفتح الكاميرا يا ولاد؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ طبعا انا اعرفكم بنفسي، انا ميس شروق، ان شاء الله ادرس لكم ماده، ان شاء الله يكون درس النهارده سهل وبسيط جدا عليكم. تمام، نبدا الحصه، ايه رايكم؟ يلا بينا نبدا الحصه. تفتكروا كده يا ولاد، احنا معانا كذا صوره زي ما انتم شايفين كده. يلا نشوف علي يعمل ريت هاند ويقول لي ده ايه. يلا ده ايه يا ولاد؟ دي ريماس، دي ايه؟ طياره. ايه؟ طياره. طياره. تمام. طيب اللي بعده ايه؟ اعملوا ريت هاند كده. بحر. روكا افتحي الكاميرا، وريتال افتحي الكاميرا من فضلك. ميس اتفضلي يا حبيبتي. الكاميرا مش لا، دوسي بس على دوسي هيفتح على طول. افتحي يا ريتال الكاميرا. ده ايه يا ولاد؟ تاني حاجة، ها ريماس، ده ايه يا ريماس؟ بحر. ده بحر، كويس. يلا يا روكا، ده ايه يا روكا؟ شايفة ايه يا روكا؟ روكا انتي معايا؟ ريتال، طيب ده ده ايه يا ريتال؟ طب مين عارف ده ايه يا ولاد؟ دي مروحة. دي مروحة، برافو عليك يا ريماس. فين روكا وريتال يا ولاد؟ افتحوا يا روكا وريتال الكاميرا من فضلكم. طب بعد كده معايا ايه؟ ايه اللي بشاور عليه ده؟ شجرة. شجرة، كويس. فين روكا وريتال؟ طب وبعد كده ايه؟ معايا ايه يا ولاد؟ معايا ايه؟ ديت شمس، صح؟ تمام. اخر حاجة معايا ايه؟ ألوان. ألوان، جميل جدا. الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن طبيعي أم من صنع الإنسان. أنا هسألكوا سؤال، يا ترى إيه هنا الحاجات اللي ربنا خلقها؟ الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها. يلا كده يا روكا قولي، وريني صورتك يا روكا. وفين ريتال؟ أسأل سؤال، البحر ده طبيعي ولا الانسان اللي عمله؟ طبيعي. طبيعي، برافو عليكم. طب والشمس ده طبيعي ولا ربنا اللي عامله؟ ولا من صنع الانسان؟ طبيعي. طب الشجره دي طبيعيه ولا من صنع الانسان؟ يا ولاد دي طبيعيه ولا من صنع الانسان؟ من صنع الانسان. لا طبعا ده طبيعي، ده ربنا هو اللي خلقها. يبقى ازاي ديت صناعه ازاي؟ طب نسال سؤال كمان، يلا يا ريتال جاوبي. ده ايه؟ احنا قلنا دي الوان، دي من صنع الانسان ولا ربنا خلقها؟ يا ولاد ريماس، من صنع الانسان. من صنع الانسان، برافو عليكي. طب المروحه دي ربنا اللي خلقها ولا صناعه الانسان؟ الانسان، برافو. طب اخر حاجه الطياره الورق دي من صناعه الانسان ولا الانسان. بس النهارده بيتكلم ان في عندي حاجات في الكون او عايشه معانا، حاجات طبيعيه وحاجات من صنع الانسان. طيب طبعا انا بنبه عليكم بشويه تعليمات كده يا ولاد، ركزوا معايا. طبعا يا ولاد لازم نكون فاتحين الكاميرا يا ريتال، لازم نقعد على مكتب يا ولاد، ما ينفعش نمسك لعبه، ما ينفعش ناكل واحنا بناخد لازم نكون قاعدين في جو هادي. نفتح الكاميرا، اي حد عايز اي حاجه. تمام، يلا نسال شويه اسئله كده، بعد كده نخش في الحصه. يلا احنا قلنا يا ترى، يلا يا ريماس جاوبي، ايه الفرق ما بين الحاجة الطبيعية والحاجة اللي من صنع الإنسان؟ يلا يا ريماس. الفرق الحاجة الطبيعية، برافو عليكي، الحاجة الطبيعية ربنا اللي خلقها، إنما الحاجة اللي من صنع الإنسان زي إيه مثلا كده يا ريماس؟ زي مثلا الطيارة. برافو عليكي الطيارة. القلم صح؟ طيب كويس جدا. تعالوا نشوف مع بعض بقى، هو انا ممكن الاقي المادة بتاعتي في حالة ايه وحالة ايه وحالة ايه؟ يعني اوريكم حاجة كده، شايفين ايه يا ولاد؟ ايه رأيكم في القلم ده؟ ده مادة ايه يا ولاد؟ اسأل سؤال، دي سائلة، دي عاملة زي المية. اتفضلي يا ريتال، دي عاملة زي المية يا ريتال؟ يعني مادة صلبة صح؟ كده يا ريتال، دي مادة صلبة ولا سائلة ولا دي مادة ايه؟ يا ريتال طفيت روكا، قولي يا روكا كده، دي مادة ايه يا روكا؟ طيب مادة صلبة، اسمها مادة صلبة. يعني ايه صلبة؟ يعني مثلا مش بتتدلق، هي ماسكة نفسها، تمام؟ مادة اسمها مادة صلبة. طب لو انا جبت كوباية مية، المية نفسها تبقى ايه؟ سائلة. المية نفسها تبقى ايه؟ ها يا ريماس، المية نفسها تبقى ايه؟ انا مستمعين يا روكا؟ طيب خليني اسال سؤال تاني. طيب ازاي الانسان بيتعرف على الحاجه؟ انا ممكن لو معايا مثلا تفاحه ومعايا كمثرى، ازاي نميز بينهم يا ولاد؟ روكا ممكن تجاوبيني يا روكا وتقعدي في حته بعد اذنك؟ ازاي نميز ما بين التفاحه ومثلا المانجا؟ هيا يا ولاد انا عايزه اجابات، اللي هيجاوب هياخد القلم ده هديه. ريتال سامعاني؟ قولي كده يا ريماس، ما بين التفاح والمانجا اول حاجه الاثنين زي بعض؟ لا لا تمام. طب طعمهم زي بعض؟ لا 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 برضه. طب لونهم زي بعض؟ لا لا برافو عليكم. طب شكلهم زي بعض؟ لا. طب ريحتهم زي بعض؟ لا 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 برافو عليكم. يبقى الانسان بيقدر ان هو يميز ما بين حاجه وحاجه، يا اما عن طريق عينيه، ركزوا معايا جامد، يا اما عن طريق عينيه، يا اما عن طريق ريحه الحاجه، يا اما عن طريق الطعم، تمام، يا اما عن طريق السمع، يا اما عن طريق الاحساس. ده هنتكلم عنه طول النهار. طيب خلينا بقى ندخل في انا اروح اشرب. يعني يا ريت ماما هي تجيب لك الكوبايه عشان تسمع الدرس. جميل. مين اللي بيتكلم؟ وسامة افتح الكاميرا من فضلك. ميس. نعم. ممكن اروح اشرب؟ ممكن ماما تجيب لك الكوبايه وتركز يا حبيبي في الحصه، ماما تجيب لك كوبايه الميه وتركز معايا من فضلك. يلا ممكن كلنا نفتح الكاميرا من فضلكم لو سمحتوا، ممكن كلنا نفتح الكاميرا، اللي يفتح الكاميرا هديه القلم ده هديه. نفتح كده. يلا يا روكا. عايزه مش مشكور. روكا شايفه ايه يا روكا؟ شايفه الليزر موجود على ايه يا حبيبتي؟ بتشاور على ايه دلوقتي؟ هيا توتة، بنشاور على ايه دلوقتي؟ قولي كده يا توتة. ريتال اقفلي المايك يا ريتال. بشاور على ايه دلوقتي يا ولاد؟ بشاور على ايه؟ موتوسيكل. موتوسيكل برافو عليكي. الموتوسيكل ده ربنا اللي خلقه ولا الانسان اللي عمله؟ الانسان اللي عمله. الانسان اللي عمله. احسنتوا شطار. طب بنشاور على ايه دلوقتي؟ شايفين ايه دلوقتي يا ولاد؟ دهب. دهب. الدهب ده ربنا اللي عمله ولا الانسان؟ الانسان. لا لا ربنا اللي عمله. بنيجي نحفر تحت الارض بنلاقيه، فيبقى كده ربنا اللي عمله. تمام يا ولاد؟ تمام. طب اسال سؤال تاني. يلا يا ولاد. ممكن كلنا نعمل يا ولاد، انا هعمل لكم كلكم ميوت دلوقتي. ربنا اللي خلقه. برافو عليكي، ربنا اللي خلقه يا روكا. طب يلا هسأل بالدور، ولو سمحتوا انا كلكم عملت لكم ميوت دلوقتي، اللي عارف بس هو اللي يعمل ريز هاند من فضلكم. يلا انا هشاور على ديت. يلا مين يجاوب؟ اعمل ريز هاند الاول من فضلك. مين يعرف يقول لي مين دي ايه ديت؟ شجره. برافو عليكي يا روكا. روكا فين؟ لا انا عايزه روكا اللي تجاوب لان هي اللي عامله ريز هاند. فين روكا؟ شجره. روكا اللي بتجاوب دي شجره. برافو. طيب يا روكا كملي. دي بقى يا روكا ركزي، دي ماده طبيعيه ربنا اللي خلقها ولا الانسان هو اللي عملها؟ الانسان. الانسان ازاي هو اللي عملها؟ يعني الانسان هو اللي بيكبرها ولا ربنا اللي بيكبرها؟ برافو عليكي ربنا. برافو. طيب ممكن يا اولاد ما حدش يفتح المايك غير اللي هيجاوب بس من فضلكم. يلا اللي عارف دي يرفع ايديه من فضلكم. يلا يا اولاد مين يعمل ريز هاند؟ مين عارف دي ايه؟ اتفضلي يا ريماس، اتفضلي افتحي المايك ويلا جاوبي. يلا يا ريماس. ده ايه يا ريماس؟ تفاح. برافو عليكي. ده الانسان اللي عمله ولا ربنا هو اللي خلقه؟ ربنا. ربنا. يبقى دي ماده طبيعيه ولا صناعيه؟ طبيعيه. برافو عليكي يا ريماس، احسنتي. طيب يلا نشوف مين هيجاوب تاني. الشاطر اللي هيجاوب بس نعمل ريز هاند من فضلكم. وريتال تفتح الكاميرا من فضلك. يلا يا ريتال. ريتال. يلا يا روكا. روكا اتفضلي يا روكا. نعم يا ميس. اتفضلي يا روكا. ده ايه يا روكا يا حبيبتي؟ انا انتي توتة. انا ده ايه؟ بصي روكا بس اللي تجاوب من فضلكم. يلا يا روكا. ده منظر. منظر كده شكله ايه؟ شكله تلفزيون. شكله ايه؟ تلفزيون. يا روكا جاوبي يا حبيبتي. ده ايه يا روكا؟ تلفزيون. برافو. التلفزيون بقى يا روكا ربنا اللي خلقه ولا ماده صناعيه؟ ولا ده طبيعي؟ ماده. ده يا روكا ربنا اللي خلقه ولا الانسان؟ الانسان. برافو عليكي يا روكا. ممكن نقفل كلنا المايكس من فضلكم، ميوت كلنا. يلا هسأل اخر سؤال واللي عارف. يلا يا توتة. ابدأ توتة. اتفضلي يا توتة. ده ايه يا توتة؟ ها؟ بيض صفار. ده بيض. برافو عليكي. صفار وبياض. جميل قوي. اسأل بقى ربنا اللي خلقه ولا دي الانسان اللي عملها؟ ها؟ ربنا اللي خلق. برافو عليكي. تبقى مادة طبيعية ولا صناعية؟ طبيعية. أحسنتم ما شاء الله عليكم، كلكم شاطرين جدا. يلا نشوف. يبقى احنا عندنا كده يعني حاجات ربنا خلقها زي ايه؟ زي الشجرة وزي البيض وزي التفاح وزي الايه؟ الذهب. وفي حاجات الإنسان هو اللي عملها. محدش يكتب على لو سمحتوا، محدش يكتب خالص، ركزوا معايا. وفي حاجات الانسان عاملها زي التلفزيون وزي ايه؟ زي الموتوسيكل. تمام يا اولاد ولا لا؟ في حاجه مش مفهومه؟ كله واضح؟ كلكم من فضلكم نعمل ميوت كل شويه، من فضلكم كلكم نعمل ميوت لحد ما اسال. بعد كده عندي ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان عايزين نلعب بقى، عشان عامله لكم لعب نتفرج على فيديو حلو برده. يلا نشوف مع بعض كده. بعد كده يا ولاد انا عندي ايه بقى؟ ركزوا جامد خلاص عشان القلم الحلو ده. ركزوا معايا يا ولاد. ربنا خلق بقى في مواد صلبه. صلبه زي ايه؟ يعني ايه صلبه؟ يعني متماسكه، يعني ماسكه نفسها. تمام؟ زي مثلا القلم ده. تمام؟ زي مثلا الموبايل. تمام. وعندي ماده سائله زي ايه؟ مين يعرف ماده سائله زي ايه؟ حاجه بنشربها كل يوم. ميه او عصير او قهوه. برافو عليكي. او ايه كمان؟ ميه. ميه، قهوه، ها، وعصير. ميه. برافو. اوكي بس اللي يعرف يعمل ريز هاند من فضلكم. كلنا نعمل ريز هاند من فضلكم. محدش يجاوب من غير ما ايه؟ ما انا اقول له اتفضل. محدش يجاوب من غير ما اقول اتفضل لو سمحتوا. ركزوا معايا بقى. طب البرفيوم او العطر ده سائل ولا صلب؟ اعملوا ريز هاند كده. يلا يا توتة جاوبي يا حبيبتي. البرفيوم او العطر ده سائل ولا صلب؟ سائل. سائل ما شاء الله احسنتي برافو عليكي. طيب عندنا كمان طب الزيت، اسال سؤال الزيت ده سائل ولا صلب؟ ها الزيت اللي موجود سائل سائل سائل. خلاص خلاص اوكي هو سائل تمام تمام بس نقفل المايك عشان خاطر اخر حاجه يا ولاد معانا الغاز. الغاز ده بقى لما مثلا بنعمل كوبايه شاي الميه بتحصل ايه؟ بنشوف ايه في المطبخ؟ بيجي دخان. الدخان ده يا توتة هو بخار الميه. الدخان ده يا توتة هو بخار الميه تمام. طب اسال سؤال البالونه بننفخها تمام. هو ده بقى جوه البالونه صلب ولا سائل ولا صعب؟ صعب. ما ينفعش كلنا نجاوب غلط. نعمل ريز هاند من فضلكم، ما ينفعش كلنا نجاوب في نفس الوقت مش سامع حد غلط. ها يا ولاد اعملوا ريز هاند واختار انا. لما بنيجي ننفخ البالونه الهواء اللي جوه ده صلب ولا سائل ولا غاز؟ اتفضلي يا روكا. غاز. برافو عليكي احسنتي الله احسنتي برافو. تمام طب اسال سؤال تاني، لما بنكون في الشتاء وبنلاقي سحاب موجود فوق خالص مش بنشوف كده في الشتاء ولا لا؟ السحاب ده بيبقى صلب ولا سائل ولا غاز؟ قولي كده يا روكا. غاز ما شاء الله بس ما حدش يجاوب في دور حد اللي اختاره. طب اسال بقى نسال ريماس. ريماس ايه رايك في اجابه روكا؟ فعلا السحاب ده غاز ولا ممكن يبقى صلب؟ ممكن يبقى صلب. لا انت رايك فيها ايه؟ رايك في اجابتها ايه؟ ده غاز فعلا. طب اسالك سؤال البالونه الهواء اللي جوه ده غاز ولا صلب ولا سائل؟ غاز. غاز ما شاء الله عليك. طب يلا يا توتة ايه رايك في اجابه ريتال؟ فعلا البالونه جواها غاز. توتة افتحي الكاميرا من فضلك. ها فعلا ريماس اجابتها صح، قالت ان جوه البالونه غاز صح الكلام ده؟ لا غلط ولا صح؟ غلط. غلط ليه يا حبيبتي؟ مش جوه هوا حاجه مش شايفينها صح؟ اه يبقى ده غاز. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي ماشي. نخش بقى عايزين نلعب اللعبه الحلوه دي وهختار منكم ناس وهنسقف لها ونديها طبعا ايه بوسه كده انها شاطره. يلا نشوف مع بعض كده مين يحب يجي يلعب معايا. اعملوا ريز لا ريز هاند من فضلكم محدش يجاوبه خلاص. طيب هبدا بمين بقى؟ نبدا بمين؟ نبدا بمين؟ نبدا بيه. يلا يا روكا ابدأي. بيقول لك ايه يا روكا بقى؟ احذفي الصوره المختلفه. يعني احنا عايزين نحذف الصوره المختلفه. صلب كل الحاجات دي صلبه ما عدا حاجه. هو شاطب على مين؟ شاطب على مين يا روكا؟ على العسل لو سمحت. اللي بيجاوب بس هو اللي بيجاوب بس يا ولاد تمام. يلا العصير ده. طيب ركزوا معايا مين اللي عامل ايه؟ ثانية واحدة. يلا مين يجاوب الثانية؟ يلا يا توتة. توتة يا توتة سامعاني؟ مين يجاوب الثانية؟ روكا جاوبت. خدي يا روكا اهي سقفتلك. مين يجاوب الثانية؟ مين فيهم هنا اللي مش سائل؟ يا ترى ال ده هنا ده يا ولاد ده الزيت وده العطر وده الباب وده كوباية اللبن. مين فيهم هنا مش سائل؟ يلا يا ريماس مين فيهم هنا مش سائل مش بيتدلق؟ الزيت ولا البرفيوم ولا الباب ولا اللبن؟ الباب. الباب احسنتي ما شاء الله عليك يا ريماس. يلا نختار حد كمان يجاوب معانا. اخر حاجه بقى خالص نختار مين؟ يلا يا ريتال. ريتال افتحي الكاميرا من فضلك. وهنادي افتحي الكاميرا من فضلك. فتح. يلا يا ريتال افتحي الكاميرا لو سمحت عشان تجاوبي. الكاميرا مش بتتفتح عندي. يلا يا ريتال افتحي الكاميرا من فضلك. لا ما عنديش كاميرا. ما عنديش كاميرا يا ميس. ما عندكيش كاميرا؟ طب ممكن تجاوبي ازاي مش عندك كاميرا؟ مش فاهمه. طب مش مشكله، ممكن تقولي لي. اوكي يا ريتال، ممكن تقولي لي يا حبيبتي ايه هنا اللي في الصوره؟ هنا انت شايفه طبعا القلم صح؟ ايه هنا اللي في الصوره؟ طبعا احنا قلنا ده اللي مش سالك. ايه هنا اللي مش غاز؟ اللي مش غاز يا ترى السحابه ولا البخار بتاع الميه ولا الطوب ولا الهواء اللي موجود في البالونه؟ انا عايزه حاجه مش غاز. ها، السحابه ولا البخار اللي طالع من البراد ولا الطوب ولا البالونه؟ الهواء اللي في البالونه. الهواء اللي في البالونه. الهواء اللي في البالونه مش غاز؟ طب ازاي؟ لا البراد. لا انا انا هنا بشاور على دخان البراد، مش بشاور على البراد نفسه. ها يا ريتال بسرعه، مين فيهم اللي هو مش غاز اللي ماسك نفسه؟ على الدخان. هسأل السؤال تاني، السحابه ولا البخار ده ولا الطوب ولا البالونه؟ الهواء اللي في البالونه تختاري ايه؟ هيا ريتال تختاري ايه يا حبيبتي؟ لا اجابه خاطئه يا ريتال، اجابه خاطئه. طيب ممكن يا علي؟ تمام يا علي. علي تمام. ايه هنا يا علي الحاجه اللي مش غاز؟ يعني باختصار كده حاجه ماسكه نفسها. يا ترى السحابه ولا الدخان ده ولا الطوب ولا الهواء اللي جوه البالونه؟ تختار ايه يا حبيبي؟ الهواء اللي جوه البالونه. انا عايزه حاجه مش غاز يا ولاد، صوره مختلفه، عايزه حاجه تكون ملهاش علاقه. القلم. مين يعرف الاجابه الصحيحه طيب يعمل ريز هاند؟ اتفضلي. لا بس ريز هاند من فضلكم. يلا اتفضلي. كانت روكا. اتفضلي يا روكا. الطوب. الطوب. احسنتي، شطوره خالص، خدي سقفه حلوه. يا ولاد ركزوا، انا هنا بسال على مين اللي هنا مش غاز. يعني ايه؟ يعني ماده صلبه، يعني ماسكه نفسها. الطوب ماسك نفسه مش بيطلع لفوق مثلا. لكن ايه اللي ممكن يا جماعه يبقى بمجرد مثلا كده انت البخار ده مش بيطلع لفوق ومش ماسك نفسه، والسحاب نفس الفكره مش ماسك نفسه، وممكن ينزل في اي لحظه على هيئه مطر. فاخر حاجه البالونه انت ما بتيجي مثلا تفرقعها، ايه اللي بيحصل؟ فجاه بيحصل الهواء كل اللي فيها بيخرج. يبقى الحاجه الوحيده هنا اللي ما تنفعش تبقى غاز هو الطوب. يا اولاد لما نشوف بعد كده عندنا ايه، يا رب تكونوا فاهمين عشان نلعب بقى بتاعتنا. طيب هنسال شويه اسئله كده. انا قلت لك ان انا معايا ماده صلبه ومعايا ماده سائله ومعايا ماده غازيه، ايه الغاز يعني. هنعمل كده، ناخد الازر ده ونشوف. يلا ريز هاند يا توتة، كلكم ريز هاند اللي عايز يجاوب معانا. اول صوره ايه؟ مين يحب يجاوب؟ يلا يا ريماس. اتفضلي يا ريماس. اول صوره شايفه ايه يا ريماس؟ شايفه كوبايه صح، وشايفه زي كوره صح ولا غلط؟ صح. طيب شايفه ايه تاني صوره؟ شايفه ايه يا ريمان؟ شايفه كوبايه وفيها عصير. فيها عصير، شطوره. واخر حاجه فيها ايه؟ او دي صوره ايه؟ بالونه. شطوره. يلا ابداي اول سؤال. بصي يا حبيبتي بقى، تفتكري لما انا حطيت الكوره جوه الميه شكلها هيتغير؟ نعم ولا لا؟ ايوه. ايوه ازاي؟ طب انت جربي دلوقتي حالا تقومي تجيبي كوره صغننه قوي وتحطيها جوه كوبايه الميه وتطلعيها تاني، شكلها هيتغير؟ يا ريماس ركزي. ريماس يا ترى لما نحط الكوره جوه الميه شكلها هيتغير؟ لا ولا اه؟ لا لا، برافو عليكي. لا مش هيتغير شكلها، جربي بنفسك، قومي جيبي كوبايه ميه وحطي فيها كوره مش هنلاقيها اتغير ولا حاجه. شكرا يا ريماس. تختار بقى مين؟ مين عايز يجاوب تاني؟ اعملي ريز هاند من فضلك. طيب يلا يا مين؟ يلا يا ريتال. نعم ريتال سامعاني ولا لا؟ سامعاك. اوكي يا روحي، دلوقتي احنا معانا بالونه، تعرفي تشوفي الهواء اللي جوه البالونه؟ لا. برافو عليكي، احسنتي، برافو برافو. طب اسال بقى مين؟ ايه رايك يا روكا في اجابه ريتال؟ ريتال صح ولا غلط؟ افتحي الكاميرا يا روكا. روكا، روكا انت معايا يا حبيبتي؟ صح يا ميس. برافو عليكي، اجابتها صح طبعا. احنا عمرنا ما نقدر نشوف، انفخي بالونه كده هتعرفي تشوفي الهواء اللي جوه؟ اكيد عمري ما هعرف اشوف. طيب تعالوا نشوف مع بعض حد يجاوب. يلا يا توتة، ابداي يا توتة جاوبي، هسألك السؤال. افتكري يا توتة. لا افتحي توتة، توتة افتحي يا توتة المايك كده. يلا يا توتة. نعم يا توتة، شكل العصير اللي كان في النص ده ممكن يتغير لو حطيته في كوباية مرة وفي الكاس مرة وفي برطمان مرة، تفتكري شكل العصير هيتغير ولا لأ؟ لا. لأ ليه طيب؟ جربي كده تجيبي كوبايتين مختلفتين، كوباية وكوباية بس مش شبه بعض، وتحطي مرة العصير هنا هياخد شكل الكوباية، تمام؟ وجربي تدلقي في الكوبايه الثانيه هياخد شكل الكوبايه، يبقى اذا العصير بياخد شكل الحاجه اللي اتحط فيها. زي كده البيبسي مثلا، البيبسي ممكن هو البيبسي ممكن ياخد شكل ايه؟ ازازه كبيره، وممكن ياخد شكل كان صغيره، صح ولا غلط؟ صح. برافو عليك. طب نختار سؤال ثاني، مين يحب يجاوب السؤال الرابع؟ ميس حطيت الكوبايه وما عملتش. ازاي يعني ما عملتش؟ معاكي كوبايتين دلوقتي، ارفعيهم كده للكاميرا. اهم حاجه يبقوا كوبايتين مختلفتين عن بعض، كاس ومثلا مج مثلا او كوبايه. لا انت عملتي ايه؟ ماشي حلو، معانا اهي، معانا كوبايه ميه، كلنا نركز مع ريماس. معانا كوبايه ميه، عايزاكي بقى تحطيها في كاس طويل. ها اتغير شكلها ولا لأ؟ طيب أنا عايزة تعملي بقى التجربة دي وتاني السيشن الجاية. طبيعي هيتغير إيه؟ هيتغير تمام. معانا كاس أهو، ركزوا مع ريماس بتعمل إيه؟ جميل قوي يا ريماس التفاعل ده. برافو، انا فرحانه. بصي بقى شكلها اتغير ازاي. في الاول كانت محطوطه في مج عادي، لما حطيتيها انت حطيتيها في كاس ولا لا؟ حطيتها. شفت شكلها اتغير ازاي؟ خدت شكل الحاجه اللي اتحطت فيها ولا لا؟ اتغيرت. طيب بعد كده عشان بس ميس. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. نعمل بس يا اولاد ريز هاند. في حصه ثانيه مش عارفه في بعدي ولا لا يا اولاد، بس يعني خلينا الاول نركز في السيشن ديت عشان تستفيدوا، عشان تبقوا اشطر صبيان وبنات. اوكي نشوف اللي بعد كده يا اولاد. الله، تجربه دي طالباها منكم تعملوها في البيت بمساعده ماما طبعا. طيب كلنا نركز جامد 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 عشان نشوف دلوقتي فيديو حلو قوي. التجربه دي يا اولاد هنجيب ايه؟ أول حاجة هنجيب خل، كل طبعا الناس عارفة الخل الجميل، وهنجيب ورقة بيضة، أوكي هنعملها في شكل قرطاس، هنشوف دلوقتي الفيديو، وهنجيب بيكنج باودر اللي هي اسمها بيكربونات الصوديوم، هنلاقي كل ده عندنا في البيت يا أولاد بمساعدة ماما، وهنجيب كمان بالون، تمام؟ طيب عشان تشوفوا اكتر انا اقصد ايه، عايزه اوريكم بقى ايه الفيديو اللي انا اقصد عليه. ولا ثانيه واحده نعمل شير. بس انا بقدر. يلا يلا يلا. اتشيرت عندكم ولا لا يا اولاد؟ جت. لا لا هيسانها يا مس. تمام يلا نشوف الفيديو ده مع بعض عشان هنعمل زيه في البيت، وكل اللي هيعمل زيه هياخد درجات كبيره جدا معايا. يلا نشوف مع بعض الفيديو. هعملها نفسي لما اخلص الحصه. اعمليها وانا مع يعني بصي. يلا نشوف بس الفيديو ده مع بعض. ماشي يا مس. تجربتنا النهارده محتاجه ازازه فاضيه، شويه خل وكربونات الصوديوم وبالونه. اول حاجه هنحط معلقتين كربونات الصوديوم في البالونه، هملة الازازه بالخل، شوية خل يعني مثلا كوباية، كوباية خل. وبعد كده هنحط البالونة في الإزازة، ونثبتها كويس عشان الغاز ما يطلعش منها. وبعد كده هقلب البالونة. شايفين يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ شايفين التفاعل اللي عمل ايه؟ البالونة بدأت تتنفخ بسبب التفاعل اللي بيحصل. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ تفاعل الخل مع كربونات الصوديوم بينتج كربون دايوكسيد جاس، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، وهو ده اللي بينفخ البالونة. غاز ثاني اكسيد الكربون هو اللي بينفخ البالونه دلوقتي. شايفين البالونه لسه على فكره بتتنفخ. تجربه بسيطه سهله ممتعه جدا، لو عملناها قدام الاطفال هيحبوها جدا. يا ريت اشوف رايكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بس ممكن تقولي خلاص. بس ممكن تقولي لنا ممكن تقولي أدوات. هجيبها لكم تاني ثانية واحدة يا ولاد. الأدوات نعملها مع بعض. بس نقفل المايك من فضلك. ماما لا ماما هتبقى معانا بعد السيشن، ماما هتعملها معانا. الادوات سهله جدا، خل، بيكنج باودر، وبالونه. طيب هوريكم ازاي نعملها بالظبط. اعتقد الفيديو يعني شرح نفسه، بس مفيش مشكله نقول تاني. بصوا يا ولاد هنعمل ايه. هنجيب ازازه نحط فيها خل، ونحط في البالونه البيكنج باودر، تمام، ونروح عاملين ايه الازازه بقى، الحته اللي من فوق دي نثبت منها البالونه، اوكي، ونروح عاملين كده، اوكي. البيكنج باودر هينزل في الخل فيتنفخ. ثانيه واحده اجيبها لكم. شاير اهي، ثانيه واحده اهو. هنعمل ايه؟ في ناس ممكن ما تستخدمش الورقه دي عادي، هنحط ايه؟ هنجيب ازازه فيها اهو، ثانيه واحده ظهرت معاكم. اعمل لها شير حالا اهي. هنعمل ايه يا اولاد؟ اهي تاني بالراحه خالص خالص. هنعمل ايه يا مس؟ هنجيب البالونه، هنجيب الازازه فيها خل ونحط في البالونه بيكنج باودر، ونعمل البالونه هينزل البيكنج باودر هنا في الخل، اوكي؟ ويبدا ان البالونه تتنفخ. طيب حد لاحظ من الفيديو ايه هو الغاز اللي نفخ البالونه اسمه ايه؟ مين عارف؟ الغاز اللي نفخ البالونه اسمه ايه؟ ها؟ طب اديكوا اختيارات، اكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ اتفضلي يا روكا. نعم يا مس. يا ترى ايه الغاز اللي نفخ البالونه؟ الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ ثاني. ايوه اكسجين. برافو عليكي، كنت برافو عليكي برافو. تمام، شكرا يا روكا. يا توتة في اجابه، او نشوف بقى حد تاني يا جماعه. فين هنادي؟ افتحي يا هنادي الكاميرا، عايزه اشوفك. انا عملتها. عملتيها بجد دلوقتي؟ معقول؟ ده انت شاطره قوي ما شاء الله. انا ريماس اشطر واكتر حد متفاعل معاه في الكلاس، بس انا حابه ان انتوا تعملوا التجارب دي يعني ايه بعد السيشن. تعالوا نشوف بعد كده بقى عندنا ايه يا اولاد. يلا نركز بقى معانا لو سمحتوا، نركز مع بعض، نركز مع بعض. تعالي يا ماما. ريماس من فضلك دلوقتي بنكمل بعد السيشن التجربه. دلوقتي يا اولاد مين يقرا معايا؟ مين بيحب القرايه؟ مين يحب يقرا؟ يلا يا توتة كده اقري. توتة اقري يا توتة. رجعت بسرعه. بصي نوادر نلاحظها. هو احنا عندنا يا اولاد مين يعرف الخشب؟ انا مين يعرف الخشب؟ أنا. طيب. أنا أوكي. طب مين عارف الإزاز؟ ها؟ مين عارف إيه؟ الإزاز، الزجاج، مين عارف الزجاج؟ أنا. كلنا عارفين الزجاج. الأسمنت، الأسمنت ده اللي بنبني بيه إيه يا ولاد؟ اللي بنبني بيه البيوت. طبعا، شاطرة يا مريم. بس من فضلكم عايزه ايه؟ تركزوا معايا. طيب مين عارف المعدن؟ يعني ايه معادن؟ ها؟ مش يعني حديد؟ الحديد، شطوره جدا ما شاء الله. طيب وايه كمان؟ الفضه، ينفع الفضه؟ اي حاجه بتلمع يا اولاد وماسكه نفسها جامد اسمها معدن. الفضة، الذهب، الحديد، الكلام ده. طيب مين عارف المية؟ أنا. كلنا عارفين المية. مين عارف التربة؟ يعني إيه التربة؟ بس ريز هاند من فضلكم. يلا ريتال. ريتال سامعاني؟ يعني إيه التربة يا حبيبتي؟ ها؟ يلا يا ريتال. ريتا. ما يعني ايه تربه يا قلبي؟ تربه؟ دي بنزرع فيها ايه التربه ديت؟ الشجر. الشجر، برافو عسل. طب روكا سامعاني ولا لا يا روكا اللي قافله الكاميرا؟ شكرا يا ريتال. يلا يا روكا جاوبي لو سمحتي. روكا. نعم. بصي يا روحي، التربه دي زميلتك القمر قالت ان احنا بنزرع فيها شجر، بنزرع فيها ايه تاني؟ بنزرع فيها نزرع فيها. ثانية واحدة، واحد نزرع. طب أنا أسألك وجاوبيني، ينفع نزرع فيها ورد؟ أيوة. برافو. طب ينفع نزرع فيها صبار؟ أيوة. برافو. طب ينفع نزرع فيها نخل؟ يس. اوكي. نعم يا حبيبي، شكرا يا روكا. لسه داخله دلوقتي. مفيش مشكله يا حبيبتي، مفيش مشكله، كده كده السيشن متسجله. ركزوا بقى معايا، انا هنجاوب بالظبط عشان بس التايم الوقت، هجاوب معاكم وفي واحده يعني جاوبينها وفي واحده انتوا هتجاوبوها. وليكن مثلا الصوره اللي انا بشاور عليها دي، مين يحب كده يلا يا مريم شايفين ايه السيرفيات يا حبيبتي اللي انا بشاور عليها يا مريومه؟ بحر في مركب. برافو عليكي، بحر ومركب. طب انا اسالك سؤال، في ميه في الصوره؟ اه. برافو. طب هل في اي شجر انت شايفاه في الصوره؟ اه. احسنتي ما شاء الله. طب المركب شايفاها دي مصنوعه من ماده ايه المركب دي؟ الخشب ما شاء الله عليكي، احسنتي برافو. طيب نشوف حد تاني يجاوب معانا يبقى شطور. شكرا يا مريم، ممكن تقدري تعملي طبعا ايه لو هاند، اتفضلي. طيب ممكن هنا ويارا، ممكن يا يارا تجاوبي معايا يا يارا؟ ماشي. اوكي يارا، الصوره اللي انا بشاور عليها دلوقتي شكلها كده ايه يا يارا؟ فيها. طب اسالك سؤال، فيها ازاز، فيها زجاج ولا لا؟ اه فيها، يعني في نوافذ مصنوعه من الزجاج، شبابيك يعني. طيب انت شايفه هنا ميه في الصوره؟ لا. برافو عليكي، لا. طب شايفين معدن؟ يعني اي بيت المفروض يتبني بالحديد، في حديد جوه البيت دوت ولا لا؟ اه اكيد، عشان يقدر ان هو يمسك البيت. برافو. طب الاسمنت، في اسمنت في البيت ده او في المكان ده ولا لا؟ يارا عارفه ايه الاسمنت ده اصلا؟ اه. طب في هنا مش هنا البيوت بتتبني بالاسمنت؟ بالطوب وكده؟ اه صح، يبقى في اسمنت هنا. تمام. يبقى انتوا لازم تبقوا عارفين كويس قوي المواد، في ماده مصنوعه من الخشب زي المركب. الله، البالونه اهي جميله يا روكا، بس اعملي التجربه افتر السيشن من فضلك عشان نكمل، عشان لسه في حاجات في السيشن محتاجه تركزوا فيها. طب ناخد كمان مثلا صوره عشان نخلي كلكم تجاوبوا. اكتر ناس بتجاوب دي ناس شاطره جدا وانا معجبه بيهم قوي وهسقف لهم. نشوف الصوره اللي بعد كده، مين يحب يجاوب؟ اوكي يلا يا روكا، ليتس جو روكا. شايفه ايه يا روكا معايا في الصوره؟ افتحي المايك من فضلك. شايفه ايه يا روكا؟ شايفه اوضه. جميل قوي. تفتكري يا روكا الاوضه دي فيها تربه، فيها طين؟ تيجي معايا يا روكا من فضلك، التربه ديت ماما ركزي، التربه ديت فيها تربه، الاوضه ديت فيها تربه، فيها طين يعني؟ لا. برافو. طيب شطوره خالص. يا ترى السرير ده مصنوع من ايه؟ الخشب. احسن قوي ما شاء الله، احسنتي شطوره. طيب تفتكري كده الاوضه ديت فيها زجاج؟ يعني ممكن هل يكون فيها مثلا مرايه، فيها مثلا ساعه من الزجاج؟ شايفه اي حاجه هنا في الزجاج؟ ايوه. شايفه ايه طيب بالزجاج؟ لا مش شايفه صح. طيب هل في هنا معدن في الاوضه؟ دوري كده. ممكن لا ازاي؟ طب بصي الكرسي كده. ايوه في الكرسي. يا روكا احسنتي ما شاء الله عليكي. طبعا يا ولاد هسيب لكم الباقي تجاوبوا بقى ونشوف الواجبات بتاعتكم، ان شاء الله انا متاكده ان انتوا هتحلوا واجباتكم صح. طيب نشوف كمان لعبه مع بعض كده عشان برضو السيشن يعني على وشك انه ينتهي. اوكي ليتس جو نشوف بعد كده. يلا هنشوف مع بعض دي لعبه عسوله قوي. يلا بينا يا يارا. يارا افتحي المايك من فضلك. فتحت. ده مصنوع من ايه يا روحي؟ خشب. عسوله. طب شكرا يا يارا. يلا يا توتة. توتة. توتة افتحي المايك من فضلك. نعم. يلا يا روحي. التيشيرت ده او اللي انت شايفاه ده مصنوع من ايه يا حبيبتي؟ من القطن. من ايه؟ القطن. من القطن، يعني ينفع القماش؟ اه برافو. طب الكوبايه دي مصنوعه من ايه يا توته؟ برضو من الازاز. احسنتي، بسم الله ما شاء الله، كويس جدا، شكرا يا توته. يلا يا ريتال، جاوبي يا ريتال معايا لو سمحتي. نعم. اجابات توته صح ولا غلط؟ يعني مثلا فعلا التيشيرت دوت مصنوع من القماش وفعلا الكوبايه مصنوعه من الزجاج، هي بتتكلم صح ولا لا؟ بتتكلم صح. بتتكلم صح. طب يلا بقى جاوبي انتي، المعلقه دي مصنوعه من ايه حبيبتي؟ يا ترى من المعدن ولا من الخشب؟ حديد. يعني معدن، برافو عليكي. طب الكتاب ده مصنوع من ايه يا حبيبتي؟ يا ترى من الورق ولا بسرعه؟ الورق. برافو عليكي ما شاء الله، احسنتي جدا، شطوره خالص، شكرا يا ريتال. ممكن تقدري تقفلي المايك، شكرا. نختار حد تاني يجاوب معانا. يلا يا ريماس، اعملي يا ريماس ريز هاند. يلا ريماس، شايفه كده نبدا بدايه الاسهل. ريماس احنا شايفين ايه يا ريماس في اللي انا بحاول عليه ده؟ مكعبات. مكعبات. المكعبات دي كلنا بنلعب بيها طبعا، حتى انا بلعب بيها برضه. المكعبات دي يا ريماس مصنوعه يا حبيبتي من البلاستيك ولا من الزجاج؟ بلاستيك ولا زجاج؟ جاوبتي ولا لا؟ بلاستيك ولا زجاج؟ بلاستيك. بلاستيك، ما شاء الله عليكي، شطوره. طب ايه الصوره الغريبه دي؟ تقدري تفسرها لي؟ دي؟ في ايدين عماله تحرك حاجه. بنشوف كده صور ان في ناس بتقعد تعمل بالطين اشكال، تعمل مثلا قله، تعمل مثلا طاجن، تعمل بيه اشكال من الطين. فدوت يا ولاد عباره عن طمي او حاجه اسمها الطين. بنشوف بقى ان شاء الله ارسل لكم فيديو نشوف الحرفه الجميله دي اللي بنقدر نعمل منها اشكال مختلفه. شكرا ليكي يا ريماس، وشكرا على التفاعل الرائع بتاعكم، انتوا بنات وصبيان شطار جدا. يلا نشوف بعد كده السلايد اللي بعد كده يا شباب عشان ما اطولش عليكم. الشايره اهي. انا عايزه اي تجربه قلناها نطبقها في البيت. بعد كده يا ولاد معانا ايه؟ معانا ممكن كلكم سمحتوا ميوت من فضلكم، ميوت يا حبايب قلبي عشان كلنا نركز مع المس. اوكي من فضلكم يا ولاد كلنا نعمل ميوت. يلا نشوف مع بعض يا ولاد ربنا خلق لنا ايه؟ ربنا خلق لنا، انا هشاور وانتوا تقولوا ايه ديت، ربنا خلق لنا ايه؟ عين. عين، العين دي بنعمل بيها ايه يا ولاد؟ كلنا مع بعض، العين دي بنعمل بيها ايه؟ بنشوف، يعني بنبصر بيها، وهي مسؤوله عن حاسه اسمها حاسه البصر. يعني ايه البصر يا مس؟ يعني انا بشوف، اشوف مثلا قطه جميله، كلب جميل، بطيخه حلوه، يبقى عينينا مسؤوله عن البصر. اوكي طب هشاور على حاجه ثانيه وكلنا نجاوب مع بعض. ها دي ايه؟ مناخير. مناخير او الانف، برافو. بنعمل بيها ايه المناخير دي؟ بنشم. اوكي بس انا اقول لكم جاوبوا كلنا مع بعض. بنشم بيها، يعني هي مسؤوله عن حاسه اسمها حاسه الشم. بنشم بيها ورده حلوه، بنشم بيها فاكهه حلوه، بنشم بيها عطر حلو، وهكذا. طب انا هشاور على حاجه ثانيه، هشاور على ايه؟ الودن. الودن، ممتازين. بنسمع بيها. بنسمع بيها، حلو. بنسمع بيها ايه مثلا؟ ها؟ بنسمع بيها قرآن. بنسمع بيها القرآن صح؟ صح. بنسمع بيها مثلا الدرس دلوقتي صح ولا غلط؟ ايوه. اوكي هشاور على حاجة تانية، ده ايه؟ ها؟ اللسان. اللسان، بنعمل ايه باللسان ده؟ ربنا خلقه لنا ليه يا ولاد؟ عشان نعرف نستطعم الأكل. اسمها بقى إيه بالعلوم؟ اسمها التذوق، يعني ندوق بالأكل، الأكل الحلو، الأكل المالح، الأكل في شطة كتير وهكذا. صعب ولا سهل يا ولاد؟ آخر حاسة بقى، ركزوا معايا. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ ها بعمل إيه؟ شايفيني بعمل إيه يا ولاد؟ أنا عارف بعمل إيه؟ حساس، يعني الإحساس. برافو عليا، اللي هو برافو عليكم، اللي هو اللمس، اللي هو اللمس. يبقى أنا عندي 5 حواس يا ولاد، عندي السمع والشم والإحساس اللي هو اللمس طبعا، والتذوق والبصر. صعب يا ولاد ولا سهل؟ سهل جدا. طيب سهل جدا عشان انت شطوره وجميله. نسال برضو هنا سؤالين، واللي عارف ريز هاند من فضلكم. يلا يا مريومه. نعم. ازاي يا روحي بنفرق ما بين الجيتار والبيانو؟ بتستخدمي انهي حاجه عشان تميزي بينهم؟ ها بتستخدمي ايه؟ بنستخدم حاسه السمع وحاسه اللمس. يعني بصي، السمع احسن لان دوت بيطلع صوت مختلف وده بيطلع صوت مختلف. طيب معانا يلا يا ريتال، سامعاني ولا لا؟ ريتال كده؟ نعم. بصي يا روح قلبي، انا معايا صوره هنا، دي ايه يا حبيبتي؟ شوكولاته، وده برتقال. ازاي نميز بين الشوكولاته والبرتقال؟ فحاسه ايه؟ التذوق. ما شاء الله عليكم. اخر صوره معايا يا ولاد، معايا، بصوا ركزوا معايا هنا زيت، ومعايا مثلا بيرفيوم، معايا زيت ومعايا بيرفيوم. ازاي نميز بينهم؟ اعمل ايه؟ حاسه ايه؟ يلا يا توتة. حاسه الشم. ما شاء الله عليكم، احسنتوا جدا. انتوا بنات وصبيان امامير. اللي بعده ايه بقى؟ خلينا برضو عشان الوقت يا ولاد اعرفكم حاجه جميله جدا، حاجه اسمها حالات الماء الثلاث. هنتشير حالا معاكم دلوقتي. حلوه الحصه النهارده، حلوه؟ حلوه جدا. انتي حلوه قوي كمان. انتوا اي حد بيقول حصه حلوه هو حلو. يلا نشوف مع بعض مين يحب يقول لي احنا شايفين ايه. اعملوا ريز هاند كده، اختار منكم حد. نختار مين. طبعا اللي مش فاتح الكاميرا ده انا زعلانه منه قوي بجد. علي، انت معانا يا علي ولا لا؟ علي شايف ايه يا علي؟ ممكن تفتح المايك من فضلك؟ علولي افتح المايك من فضلك يا علي. علولي. طب يا علي انت شايف ايه يا علي في الصور الثلاثه دول يا علي من فضلك؟ علي انت مش متفاعل معايا ليه يا علي زي اصحابك؟ انا عايزاك متفاعل عشان انت تبقى ولد شاطر. طيب علي مش عارفه مش بيجاوب ليه. يلا يا يارا، شايفه ايه يا يارا في ال3 صور دول؟ شايفه دخان وميه وتلج. طيب مين فيهم صلب يعني ماسك نفسه؟ التلج ولا الميه ولا الدخان؟ التلج. طب مين فيهم سائل؟ الميه. طب مين فيهم دخان وطلع لفوق؟ ها الدخان، الغاز. برافو عليكي. اسمه ايه؟ غاز. اسمه الغاز. يبقى انا عندي الميه 3 حالات، صلبه اللي هي زي التلج، سائله زي الميه. طيب احنا قربنا خلاص، يعني خلاص قربنا خلاص، احنا بنفنش اهو. نشوف بعد كده يا ولاد، احنا خلاص قربنا، يعني خلاص فعلا قربنا. غير معاكم حاجه. اوكي دلوقتي يا ولاد انا عندي حاجه حلوه خالص، اسمها ان الماده ممكن تتحول من شكل لشكل. ساعات ماما تكون جايبه لنا شوكولاته وساحت الشوكولاته مثلا وهي ماسكه نفسها بتبقى ايه؟ صلبه ولا سائله؟ ها؟ كلنا نجاوب. صلبه. صلبه. ممتاز. الشوكولاته ساحل. سائله. برافو عليكي. في حاجه اسمها صوص الشوكولاته، ده بيكون سائل. طب تفتكروا بقى، اسالكم انتوا الناس الذكيه اللي هتجاوب، اتحول من صلب لسائل عن طريق ايه؟ بردته ولا سخنته؟ سخنته. بردته. سخنته. لا سخنته. سخنته. طب اسمع من يارا، لما الشوكولاته جامده تتحول لسائل يا حبيبتي، يبقى انا سخنت ولا بردت؟ سخنت. يبقى احنا يا ولاد لازم نبقى حاطين حاجه في دماغنا، لما بنيجي نسخن الحاجه بتسيح. ابعد روح على جنب، روح على جنب، لو سمحتوا ركزوا هتبان. يا توتة 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 اقفلوا المايكس من فضلكم اقفلوا، اعملوا ميوت. حاضر يا ميس. طب اسال سؤال تاني. تفتكري لما ماما بتحط الزبده على البوتاجاز وبقت زيت او بقت سايله كده، يبقى ده سخنا ولا بردنا؟ سخنا. يبقى اي حاجه بتتحول لسائل وهي كانت ناشفه جدا يبقى اسمها تسخين. طيب الناحيه الثانيه بقى، دلوقتي انا مفيش ميه ساقعه خالص عندنا في البيت، فهعمل ايه؟ هجيب الميه واحطها في الفريزر مثلا، يبقى الميه دي حولت ثلج. ممتازه. يبقى بردناها ولا سخناها؟ بردناها. ممتازين جدا والله، انتوا ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. طيب نشوف اللي بعده عشان تفهموا اكتر انا اقصد ايه، عشان عايزين نلعب بس قبل الوقت المحدد. خلاص مش عارفه ازاي، فاضل لي 4 دقايق. ماشي، ركزوا معايا. حلوه الحصه؟ عشان انتوا حلوين، جميله، انتوا اللي جمال قوي، انا بحبكم. وانا كمان. انا هعمل لكم طبقه، هدي كل واحد بوسه اخر السيشن. يلا ركزوا معايا يا ولاد. في بقى حاجه اسمها الانصهار، قولوا معايا بس، اقفلوا المايكس وكلنا نقول مع بعض، كله يقفل المايكس. نقول، استنى اعمل لكم ميوت اول ثانيه واحده. كله يقول معايا وهو قافل المايك، الانصهار. يلا سامعاكم، الانصهار. عمليه، قولوا معايا، عملية يتحول فيها المادة من صلبة إلى سائلة. قولوا معايا، من صلبة إلى سائلة. كويس، لازم تعرفوا قوي التعريف ده، يعني إيه يا ميس شروق؟ يعني يا حبيب قلبي دلوقتي التلج ده تعرض لنار او تعرض لحراره، اتحول بقى ميه، زي ما بنسيب ازازه التلج بره، اوكي، وبيحصل ايه؟ بتبدا انها تتحول يا ولاد، تتحول لميه، اوكي. طيب ممكن اختار روكا، ممكن تقري معايا عمليه التجمد يعني ايه؟ روكا بس، روكا تحل. يلا يا روكا اقري عمليه التجمد يعني ايه يا حبيبتي؟ عمليه، اقري. عملية يتحول فيها المادة من سائلة إلى صلبة. قراءتك جميلة جدا ما شاء الله. يعني إيه بقى يا ولاد التجمد؟ يعني المية دي تتحول لتلج. إمتى المية تتحول لتلج؟ لما نحطها فين؟ في الفريزر. الفريزر. انتوا ما شاء الله احسنتوا النهارده جدا وممتازين وفاهمين انا بقول ايه. في حد مش فاهم يا ولاد؟ لا يا مس. يعني السيشن حلوه ولا وحشه ولا ايه؟ حلوه جدا يا مس. اي حد بيقول حلوه جدا او حلوه عشان هو حلو يعرف كده. يلا نشوف السلايد اللي بعد كده يا ولاد، بتتشير معاكم ثانيه واحده. اوكي شايفين ايه يا ولاد؟ يلا يا ريتال قولي كده، شايفه ايه يا حبيبتي؟ ريتال. سهم. ده ايه يا روحي؟ نبدا بده. ده ايه يا قلبي؟ تلج. التلج صلب ولا سائل ولا غاز؟ ماسك نفسه، يبقى ايه؟ صلب. ممتازه. طب ده ايه يا حبيبتي؟ كوبايه ميه تبقى سائله ولا صلب؟ سائله. سائله. واخر حاجه يا ولاد معانا البخار، ده يبقى اسمه ايه؟ بقى اسمه غاز. صعب ولا سهل؟ سهل. سهل. سهل جدا. طيب سهل. بقى يعني اخر سلايد. اوكي تعالوا نشوف مع بعض كده هقول ايه. هو خلاص دي اخر سلايد، واقول لكم الواجب واقول لكم النشاط اللي هتعملوه في البيت عشان ما تقلش عليكم اكتر من كده. ويبقى في واجب؟ طبعا واجب، الشطار هم اللي بيعملوه. بس ازاي؟ اي حد بيعمل الواجب ده شاطر. دلوقتي يا اولاد انا بعمل الواجب، انت عشان شطوره فهتعملي الواجب. دلوقتي يا اولاد انا معايا ايه؟ معايا سائل اهو ومعايا غاز. معايا سائل ومعايا ايه؟ غاز. ركزوا معايا، ماما بتعمل الشاي لبابا، الميه اللي في البراد بتتحول لايه يا اولاد؟ لغاز. اللي هو اسمه بخار. عارفين بقى العمليه دي اسمها عمليه الايه؟ قولوا كده عمليه الايه؟ الغليان. اسمها عمليه الغليان. الغليان يعني الحاجه بتغلي بتطلع لفوق، الميه السائله بتبقى ايه؟ غاز، بتبقى بخار. طيب حاجه ثانيه، دلوقتي ماما بتعمل لنا اكل حلو، خلاص بتطبخ لنا، بس ماما مولعه النار على الاكل ومغطيه الحله. اوكي ماما لما بتيجي تشيل الحله بتلاقي في الحله ايه؟ بخار. بخار متجمع بشكل ميه. صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا. يبقى ده اسمه التبريد، خلاص ان الغاز بيرجع تاني يبقى ميه. حد مش فاهم حاجه يا اولاد؟ انا فاهمه. ياسمين تمام. دلوقتي يا اولاد عايزه منكم بقى ايه؟ ثانيه واحده بيتشير معانا. يبقى مهم قوي تبقوا عارفين يعني ايه انصهار، يعني من صلب لسائل. انصهار يعني ايه؟ ها من صلب الايه؟ من صلب السائل. صلب السائل. كويس. طب ويعني ايه؟ هقول لكم على حاجه، تعالوا نراجع مع بعض كده. اتعلمنا ايه النهارده؟ اتعلمنا النهارده مواد طبيعيه زي ايه؟ ها قولوا كلكم مواد طبيعيه زي ايه؟ عايزه ماده ربنا خلقها. السائل والغاز والتلج. زي التلج. ماشي قولي كده يا توته. توته افتحي المايك يا توته. افتحي المايك يا روحي. والغاز؟ لا انا عايزه ماده ربنا خلقها، ماده موجوده حوالينا ربنا خلقها. ايه رايك في الشجره؟ الميه. الميه والشجره. الشجره. طب ماده الانسان هو اللي عملها زي ايه مثلا؟ التلفزيون. ايه رايك فيه؟ صح. صح. والمكوه. صح. والمروحه. صح. شكرا يا توته. اقفلي المايك يا روحي. طيب يلا يا مريم. مريم افتحي، ممكن يا صوت تفتحي الكاميرا يا مريم عشان اسالك يا حبيبتي. مريومي يا رومي يا ريومه. اوكي قلنا حالات الماده يا حبيبتي. الماده ممكن تكون ايه يا بابا؟ صلبه. صلبه زي وايه كمان؟ وسائله وغازيه. وغازيه. ممتازه. صلبه زي مين؟ زي التلج والعصير البرتقال. زي التلج. وسائله زي عصير الايه؟ برتقال. وغازيه زي بخار الايه؟ بخار الشاي. بخار الميه يعني. برافو. طب العسل، العسل صلب ولا سائل يا ولاد؟ ركزوا في السيشن. العسل صلب ولا سائل؟ سائل. سائل. ممتازين. طيب طبعا يا ولاد لاحظنا ان في مواد في الطبيعه زي المعادن، البلاستيك، القماش، الخشب، الزجاج وهكذا. وقلنا الحواس الخمسه، الشم، التذوق، الاحساس، السمع، البصر. واتكلمنا كمان ان الميه موجوده في 3 حالات، صلبه سائله غازيه. وقلنا اتكلمنا عن عمليه الانصهار والتجمد والتبريد والتبخر. طبعا يا ولاد محتاجه منكم ايه بقى؟ ثانيه واحده. هو في حصه ثانيه بعديكي؟ لا لا مفيش حاجه. طبعا يا اولاد النشاط لا مفيش حصه. اوكي ماشي تمام. النشاط يا اولاد عايزه منكم ان انتوا الحاجات الطبيعيه اللي في الصوره دي تلونوها بالاحمر والحاجات اللي هي اللي من صنع سوري الطبيعيه تلونوها بالاخضر، واللي باللون الاحمر تلونوها الطبيعيه بالاحمر. واخر حاجه النشاط بتاعكم تخمنوا ميس هنلونها ازاي يعني تحملوها بقى، تحملوا الصوره وتلونوا وتوروها لي. هبعت لكم حاضر طبعا الواجب بتاعكم اهو. ايه يا ولاد؟ بس ازاي ندخل على الواجب؟ حاضر انا هبعته لكم، حاضر هبعته لماما. طب هنحله ازاي؟ انا قلت لكم الحاجات اللي هي محدش يكتب على الكاميرا يا ولاد، على البورد من فضلكم امسحوا. ماشي بس هنحله ازاي؟ الحاجة حاضر هقول لكم الحاجات اللي هي يا ولاد طبيعيه بقى نلونها باللون الاخضر، هنعمل جنبها لون اخضر، انما الحاجات اللي مسموحه للانسان هنعمل جنبها احمر. ده الواجب بتاعكم. طيب ماشي اوكي. وعايزه طبعا المره الجايه يا ولاد هناخد حاجه اسمها ثانيه واحده يا ولادي حبايبي. بكره هيبقى هنبقى بكره اكتشف. المره الجايه ان شاء الله هناخد عالمنا الذي نعيش فيه، وان شاء الله يعني ايه اي واجب اي نشاط نبعته لماما تحلوا معاك، والتجربه ما تنسوش التجربه طبعا. خلاص عايزه اعمل معاكم لعبه، اخر لعبه بقى عشان ايه اخليكم بس هي دي ماده العلوم دي اكتشف العلوم يا حبيبتي. شايفين حاجه ولا لا؟ لا لسه بيحمل يعني. طيب حمل معاكم مفيش حاجه مش شايفه حاجه خالص خالص مش شايفه. هحمل معاكم ولا لا؟ راسي خالص لسه يا ميس. ماشي يا حبيبتي هنقفل اهو دلوقتي. ظهر يا ميس ظهر يا حبيبه ملمس. يلا نشوف مع بعض كده اللعبه الاموره دي مع بعض. يلا بتعمل لا مش شايفاها. الشاشه السوداء نفسها. الشاشه السوداء؟ اه طب مش شايفين؟ انا عندي شغاله. عندك شغاله يبقى دي مشكله بقى. يبقى السؤال الاول بيقول ايه؟ مين يجاوب معايا؟ انا ماشي. شايف اللعبه؟ يلا مع بعض. المكعب ده صلب ولا سال ولا غاز؟ صلب. انا السؤال الثاني بقى تعالى السؤال الثاني هيظهر. لا مين مش شايف لسه اللعبه؟ خليك في اللعبه يا استاذ. خليك ايوه حاضر. ايوه ده انا ايوه ده. شايفين اللعبه يا اولاد؟ يا ميس طب يلا نشوف السؤال ده. ما نوعها الماده دي؟ نوعها ايه؟ سائله ولا صلبه ولا غازيه؟ الماده دي ايه؟ صلبه. لا دي عصير. يبقى ايه؟ عصير يبقى ايه؟ يبقى سائله. تمام. السؤال اللي بعده يبقى هي سائله مش صلبه. السؤال اللي بعده هيحمل اهو. هتجيب مصر ايه يا ولاد؟ السؤال هيحمل حاضر. يلا البخار اللي طالع ده صلب ولا سائل ولا غاز؟ غاز. شاطرين ما شاء الله غاز صح. السؤال اللي بعده هيحمل. ايوه حاضر. السؤال اللي بعده حمل معاكم ولا لا يا ولاد؟ يلا المرايه ديت صلبه ولا سائله ولا غازيه؟ المرايه صلبة. ممتازين صح. نختار صلبة. يلا من نوع هذه المادة الزد ايه يا ولاد؟ صلب ولا سائل ولا غاز؟ سائل. سائل صح، برافو عليكم، سائل. اوكي سائلة سائلة تمام. نعمل ستوب شيرنج. حلوة اللعبة بتاعت النهاردة؟ اه اوكي، برضو هبعتها لكم ان شاء الله تلعبوها ونشوف كل واحد جاب فيكم كام. يلا حاضر، ممكن نعمل باي 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 باي. شفتوا كده؟ يلا اي حد عمل باي يقدر ان هو مع السلامه. باي باي. اعملوا كده باي باي يا حبايبي، مع السلامه. باي باي باي. كله تقدروا تعملوا ليف. اي حد باي 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 باي. سلام. اعملي ليف يا حبيبتي. باي. شاشه برضه. باي. باي يا حبيبتي. باي. يلا باي، مع السلامه.